دكتور عمرو، أنا الحقيقة عايزة يعني في البداية بنتكلم على التعليم الفني، فعايزة أعرف كم تلميذ في التعليم الفني في مصر عشان نقدر يعني نقدر إحنا أمام إيه؟ هو حضرتك التعليم الفني في مصر بينقسم إلى قسمين، تعليم فني نظامي. التعليم الفني النظامي ده اللي بيمنح الطالب في نهاية فترة دراسته فيه شهادة اللي هي شهادة الدبلوم، سواء كان 3 سنوات أو 5 سنوات. وفي تعليم فني غير نظامي. التعليم الفني النظامي في مصر إجمالي عدد الطلبة اللي فيه 2.1 مليون طالب، في حوالي مش هو بالظبط 60,000 طالب في مصلحة الكفاء الإنتاجية تبع وزارة الصناعة، وبقيت 2.1 مليون طالب بالكامل موجودين في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. 2.1 مليون مليون عدد طالب. كبير. تمام يا فندم. بالإضافة عندنا حوالي 300,000 طالب تعليم فني غير نظامي، اللي هم بيخشوا بنظام العمال او غيره، بحيث ان هم دول بيبقى عايز يتعلم صنعه او حرفه معينه، والخدمه دي بيتم تقديمها عن طريق العديد من الوزارات زي وزاره الصناعه، وزاره السياحه، وزاره العمل، وزاره الاوقاف. هناك الكثير من الوزارات طبقا للمهن والوظائف المختلفه اللي بتحتاج عمليات تأهيل بسيطة، بتقوم هذه الوزارات بتدريب العمالة اللازمة ليهم، وما بيمنحش الطالب في هذه الحالة شهادة نظامية زي ما قلت لسيادتك، دبلوم أو غيره. يعني إنما هو في النهاية يعني ما أقدرش أقول إنه طالب. لا، بس بيخش تحت عملية ما يسمى بالتدريب المهني، لأن في ناس بتخلط الأمر ما بين التعليم الفني أو التقني الحديث والتدريب المهني.